استمرار مشاهدينا الاعزاء منافسات اليوم والشوط التاسع في الانطلاق، خاص هذا الشوط بالابكار كذلك الحجايج لمسافه 2 كيلومتر هنا في ميدان دستور في المرموم، في ميدان دستور في المرموم. والانطلاقه الاولى والتحدي الاول لهذا الشوط ياتي من خلال شعار محمد بن سالم بن رقراقي المزروعي ليتقدم من خلال هذه اللحظات بوجود غلا على المركز الاول، غلا في الصداره. ثاني المراكز وصلت مشاهدينا الاعزاء الظبي لحمدان بن محمد بن غدير تحتل المركز الثاني، المركز الثالث هناك سرابه لخلف بن راشد النايلي في المركز الثالث في هذه الاثناء، والمركز الرابع والخامس ياتي مشاهدينا الاعزاء لتتواجد في الظبي لسعيد بن خليفة بن رشيد وكذلك مشهورة لعلي بن خليفة بن رشيد. هذه الخمس المراكز المتقدمة حتى هذه اللحظات في أنظمة هذا الشوط، في أنظمة وتكتيك هذا الشوط الخاص من خلال المسار، ولكن غلا مسيطرة غلا. إذا عدنا إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول نرى غلا هي اللي تبحث عن بداية الشوط وتبحث عن الرقم واحد، تبحث عن الرقم واحد غلا لمحمد بن سالم بن رقراقي المزروعي، تسير في صدارة الشوط، تسير في المركز الأول، بينما المركز الثاني الظبي حمدان بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير يأتي في المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث واصل الظبي سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي مشهورة في المركز الرابع، علي بن خليفة بن رشيد السويدي يأتي في المركز الرابع. والمركز الخامس هناك بن معتوق يتقدم مع الشاهنية سعيد بن محمد بن معتوق العام يصل إلى المركز الخامس، إلى الخامس، إلى الثالث، إلى الرابع. يا سلام يا سلام، والأمور أصبحت في خطر يا بن رقراقي، أصبحت غلا في خطر، في خطر غلا محمد بن سالم بن رقراقي المزروعي، ولكن النقطة الرابعة خلاص يحتلون آلي الهير مع شعار المغامر سعيد بن محمد بن معتوق العامري. بالفعل يا سلام، الله اللي معوده على الأول تعود. هنا الشاهينية، الشاهينية لسعيد بن محمد بن معتوق العامري، يضيف نقطة رابعة في صباح هذا اليوم وفي ميدان المرموم. نزول موفق في اندفاعات اليوم وتحدي اليوم. ثاني المراكز هناك الظبي حمدان بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير ياتي ثاني المراكز، ولكن الخطف المركز الاول وانتقالها بدون اي اوامر تذكر حتى هذه اللحظات بقوة وابداع المغامر. تهانينا والناموس على الفوز، هذه اللحظات وصولها الى خط النهاية. المركز الثاني الظبي لحمدان بن محمد بن راشد بن محمد بن غدير، المركز الثالث غلا لمحمد بن سالم برقراقي المزروعي، المركز الرابع مشهورة لعلي بن خليفة بن رشيد، والمركز الخامس لمنصور بن سعيد بن منانة ياتينا من خلال هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء على المركز الخامس. تهانينا والناموس، عودة إلى الشاهينية هو الدقيقتين 58 ثانية. تهانينا لسعيد بن محمد بن معتوق العامري مرة أخرى في اليوم أو في النقطة الرابعة في هذا المسار وفي انطلاقات هذا اليوم، لتهدي أجمل تحية وناموس. تهانينا على الفوز.